المركز على المركز بيتم تفريغ الصور على فلاش ميموري يو اس بي، بيسحبوا الصور الشباب ومن ظهرهم عندنا بالمركز. الصور اللي بس بيعملوا بالقلم المحاضر بمفرزة السير، بيعملوا جدول بعد ما بيظهروا الصور، بنعمل جدول بكل ارقام السيارات وبنبعثهم على عملية وزارة الداخلية اللي هي بتفيدنا كل رقم سيارة لمين تابع ولمين بيعود. 10 دقائق. الأمن الداخلي المقدم جوزيف مسلم بسرق القانون، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. كم نوع من الرادار؟ في متنقل وثابت؟ أنا نوع هو البوكس. الرادار محدود على الميلة ملكمية الروحة مثلا على الطريق، هل هو بيلقط السيارات ذهابا وإيابا إذا كان الأوتوستراد يعني القسمين، القسم الشرقي والغربي؟ السرعة، شو السرعة المسموح فيها بالداخل وشو السرعة المسموح فيها على الأوتوستراد؟ يعني على الأوتوستراد قد ايه حاطين سرعة؟ بس 10% يعني وكأنه معنا مارجن بالسرعة؟ يعني احنا 110 111 بيكون ضبط مثلا، يعني اللي هي 10% من ال نعم. طب اذا كان السيارة او كان في كاميون ماشي نعم. وكان في من حده سيارة اصغر منه او موتوسيكل بنفس السرعة، الرادار كيف بيلقط هوليك السيارات المخبيين ورا الكاميرا؟ ممكن يعني في حال لقط الرادار مخالفة سرعة وكان مثلا شخص سائق كمان بياكل كذا ضبط؟ لا، الصورة الخلفية من وراء، ولكن ما هو الريبورتاج كان في العرمات السرعة محطوطين على الطريق، كان مكتوب مطرح ما صورنا 80 كيلومتر، بينما كانت السرعة المسموح مش مسموح تعديها 110. كيف ما بيكون في تطابق بين السرعة يلي انتو بتسمحوا انه العالم يتخطوها او ما يتخطوها وبين العرمات المحطوطين للسرعة الطرقات؟ كولونيل، شو قيمة المخالفة وهل إذا صار في عدة مخالفات تتراكم أو بتزيد القيمة، وهل ممكن نوصل لمطرح ينسحب دفتر السواقة مثل البلاد الثانية؟ في عملية محكمة هو لأنه صار في ضبط، قد إيه الفترة الزمنية بين لما الشرطي أو لما بيطلع الضبط وبين استلامه بالليبان بوست؟ نعم مسجلة وبعد بأسماء ملكينا من قبل مثل ما صار أنا معي مرة، وكمان ممكن تكون النمر مش واضحة، هولي شو بصير فيهم؟ بصير في اعتراض السيارة بيأثر شيء على التقاطها إذا كان غامق، التقاط الرادار لإلها إذا كان غامق أو فاتح أكثر لإلك؟ في سيارات طبعا غير السيارات السياحية، سيارات دبلوماسيين والسيارات العسكرية، هل بيطبق السيارات العادية؟ وشكرا كثير على هالمعلومات لإلك، وأكيد الرادار هو شيء كثير مهم، هيدا كنت رح أحكي بالختام. أهلا وسهلا فيك. الرادار هو جهاز يطلق موجات أشعة مهما كان نوعها باتجاه المركبات القادمة نحوه، وعندما تصطدم هالموجات ترتد للجهاز حيث يقوم بحساب المسافة المقطوعة ذهابا وإيابا واحتساب الزمن المستغرق ومن ثم حساب السرعة للتعرف على بعد وارتفاع وسرعة الأجسام الثابتة والمتحركة. أنتم مشاهدينا بتعرفوا كيف بيشتغل الرادار وكم ضبط أخذتوا أو صرتوا قفتين لحديث اليوم؟ Back to Street بهالريبورتاج. نسألوا رأيه بموضوع الآلات والأجهزة يلي يقال إنها بتكشف أو بتعطل الرادار، شو صحة هذين شي؟ رح نشوف إذا فينا نعطل الرادار. خلينا نبلش رح بلش هول القصص بضل أو المخالفين، وهذا يعني بالنتيجة شيء كثير إيجابي لسلامتنا وسلامة الغير. مزبوط. بس خبرنا كمان شو في عنا؟ في عنا وهيدي شغلة كمان كتير منيحة لأنه الرادار عم يلقط من خلال الكاميرا وليس من خلال كمان الليزر. هيدي أنا عم جاوب عن كيف ممكن إنه هالشي كمان ما يمشي الحال. شو عنا بعد؟ بعد في عنا كم سؤال عن الأسئلة البديهية اللي بيسألوها كل العالم، يعني أوقات منشوش على الرادار أو ما بيخلوا يلقطوا، هالشي مزبوط أو لا؟ أبدا. أبليكيشنز على الموبايل كمان بيقدروا يعرفوا إذا اقتربوا من الرادار أو إذا بيقدروا كمان يخالفوا أو يمنعوا الرادار، شو رأيك؟ مزبوطة؟ مزبوط كمان. التقنية اللي أعطيتنا إياها، شكرا على حضورك وأهلا وسهلا فيك، وانتبه ما تاخد ولا مخالفة ضبط. صحيح إنه أوقات السرعة بتكلفنا مصروف إضافي، والأهم إنه ممكن تكلفنا حياتنا أيضا. الرادار نوضع معنا وإلنا مش ضدنا، هو منه عدو
لإلكم تتحاربوا، بالنتيجة رح تكونوا عم تتفوقوا على مين؟ أكيد مش على السلطة ولا على القانون، بتكونوا عم بتخاطروا بحياتكم وحياة غيركم اللي أنتوا أيضا مسؤولين عنها، لأنه في التأني السلامة وفي العجل الندامة، ومن بعد ما توقع الكارثة ما بيعود الندم ينفع بشي. التزموا بالسرعة المعقولة، لأنه مش شطارة تتخطوا الرادار، لأنه هلأ صرتوا تعرفوا كيف بيشتغل الرادار وقديه هو مهم لسلامتكم. تعرف كيف بيتابع معكم بحلقة مميزة جدا الأسبوع المقبل. لكن قبل ما أقولكم إلى اللقاء، رح تشوفوا أيضا على الشاشة ويب سايت يلي ممكن تزوروا حتى تعرفوا إذا عندكم أي مخالفة. وداكم وبلاقيكم الأسبوع المقبل. باي باي.